وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. إذا قضى، القضاء يكون على نوعين: قضاء قدري كوني وقضاء شرعي ديني. وقوله قضى فيه إثبات صفة القضاء لله عز وجل ودليلها من السنة، كما أن دليلها من الكتاب كما سبق في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه الصفة مثبتة عن طريق الفعل، لأن إثبات الصفة كما سلف معنا تكون من ثلاث طرق: إما عن طريق الاسم، وإما عن طريق التنصيص عليها في الكتاب أو في السنة، أو عن طريق الفعل، وهنا جاء إثباتها عن طريق الفعل. إذا قضى الله الأمر في السماء، وهذا الأمر الذي يقضى في السماء المذكور في هذا الحديث هو أمره جل وعلا لجبريل بوحيه أن ينزله على من يشاء من عباده. ولعل كلمة الأمر هنا تدل على أن القرآن ليس مخلوقا، وذلك لأن الله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، كما في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقد جاء وصف القرآن بأنه أمر، فكيف يكون كلام الله مخلوقا وكيف يكون القرآن مخلوقا؟ قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقوله في السماء، في السماء يعني في العلو، وكلمة السماء فيها إثبات لعلو الله عز وجل،